بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فلا نزال في سلسلة دروس قواعد العقائد من إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه. وكنا قد وقفنا عند الموقف من علم الكلام، وذكرنا قول الفرقة أو المذهب الذي إذا صح تسميته مذهبا، الذي يجافي علم الكلام ويبتعد عنه ولا ويمنع من دراسته. ووصلنا إلى قول الإمام رحمه الله: وأما الفرقة الأخرى فاحتجوا بأن قالوا إن المحذور من الكلام إن كان هو لفظ الجوهر والعرض، وهذه الاصطلاحات الغريبة التي لم تعهدها الصحابة رضي الله عنهم، فالأمر فيه قريب، إذ ما من علم إلا وقد أحدث فيه اصطلاحات لأجل التفهيم كالحديث والتفسير والفقه. ولو عرض عليهم عبارة النقض والكسر والتركيب والتعدية وفساد الوضع إلى جميع الأسئلة التي تورد على القياس لما كانوا يفقهونه، فإحداث عبارة للدلالة بها على مقصود صحيح كإحداث آنية على هيئة جديدة لاستعمالها في مباح. وإن كان المحذور هو المعنى فنحن لا نعني به إلا معرفة الدليل على حدوث العالم ووحدانية الخالق، إلا نعم وصفاته كما جاء في الشرع، فمن أين تحرم معرفة الله تعالى بالدليل؟ وإن كان المحذور هو التشريب والتعصب والعداوة والبغضاء وما يفضي إليه الكلام فذلك محرم ويجب الاحتراز عنه، كما أن الكبر والعجب والرياء وطلب الرياسة مما يفضي إليه علم الحديث والتفسير والفقه وهو محرم يجب الاحتراز عنه، ولكن لا يمنع من العلم نعم لأجل ما أدائه أدائه المشيخ. الآن نراجع في النسخة الأصلية، النسخة فيها خلل. طيب، إذن الفريق الآخر وهم أهل الكلام المنتصرون له يقولون ما هو علم الكلام؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أردت أن أمدح شيئاً أو أن أذم شيئاً أو أن أثول شيئاً أو أن أمنع منه لا بد من معرفته أولاً، فما هو الكلام؟ إذا كان الكلام عبارة عن اصطلاحات جديدة ما عرفتها الصحابة فلا مشاحة في الاصطلاح، وجميع العلوم أحدثت فيها اصطلاحات ما كانت الصحابة تعرفها، اصطلاحات الفقه الدقيقة هذه واصطلاحات حتى القياس والنقض والكسر والعلة والمعلول وما يتعلق بهذا، كذلك اصطلاحات النحو والفاعل والمفعول به وكذا، الصحابة ما كانوا يعرفون منها إلا المعاني اللغوية. فإحداث اصطلاح جديد هذا لا مانع منه، لأنه هذا وسيلة إلى معرفة العلم. وهذه كما يقول العز بن عبد السلام رحمه الله، يقول هذه جعلها من أحيانا من البدع الواجبة. قال عند العز بن عبد السلام: البدعة على أقسام الحكم التكليفي، فهو شافعي فعندهم أقسام الحكم التكليفي خمسة، فمنها الأشياء التي ما كان الصحابة يعرفونها كعلوم النحو والفقه والكلام وكذا، هذه الأشياء ما كانوا يعرفون تلك المصطلحات، فالأشبه ما يكون بوعاء، والوعاء تملأه بما تريد، وإحداث وعاء جديد ليس فيه مشكلة، إن الطعام هو الطعام ولكن الوعاء الذي يقدم فيه يختلف.
وحقيقة تشبيه المعاني بالأوعية هذا تشبيه قديم جدا جدا وشائع عند علماء البلاغة بشكل خاص، والذي يكثر منه الإمام الجرجاني. هناك عبارة جميلة يقول: الألفاظ أوعية المعاني، الألفاظ أوعية المعاني، وهذا يستخدمونه كثيرا في الأصول في مناقشاتهم هل يوجد مترادف أو لا يوجد مترادف، فيشبهون الكلمة بالوعاء أو بالثوب، فإذا ما لبسه الإنسان يمتنع عن أن يلبسه شخص آخر، هذا تشبيه قديم. فيقول هذه الشبه ما تكون بوعاء، والوعاء تضع فيه ما تريد، فأين المحذور فيها؟ لا محذور. النسخة القديمة عندك؟ نعم. طيب، إذا كان المعنى، فما هو المعنى هنا في علم الكلام؟ معرفة أن العالم حادث، وأن الحادث يحتاج إلى محدث، لنصل إلى أن الله سبحانه وتعالى واحد، وأن الله سبحانه وتعالى قديم، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون، وأن هذا الكون لا يستطيع أن يكون قديما، فما الإشكال في هذا؟ يعني إذا اللفظ لا إشكال فيه، والمعنى لا إشكال فيه، وعلى طريقة المتكلمين التقسيم، يعني إذا أين المشكلة؟ إما في اللفظ وإما في المعنى، فلا اللفظ فيه إشكال ولا المعنى فيه إشكال، فما المانع من هذا؟ اقرأ يا عبد الله معد، وإن كان المحظور هو التشغيل، أو عند التشغيل والتشغب. تشغب أيضا؟ نعم. يعني لا مانع ممكن، لكن المصطلح الشائع هو التشغيل. نعم. كتب الأثر القديم. طيب، لأنه في مشكلة في العبارة في الخلل. وإن كان المحظور هو التشغيب أو التشغب والتعصب والعداوة والبغضاء وما يفضي إليه الكلام فذلك محرم ويجب الاعتراض عنه، كما أن الكبر والعجب والرياء وطلب الرياسة مما يفضي إليه علم الحديث والتفسير والفقه وهو محرم يجب الاعتراض عنه. طيب، إذا كان عندي احتمالات عقلية ما هي؟ وهذه الطريقة يسمونها الصبر والتقسيم. إذا أردت أن أعرف حكم شيء أحصر الاحتمالات الواردة فيه. ما هي الاحتمالات الواردة؟ فعلم الكلام إما أن يكون اللفظ، وإما أن يكون المعنى، وإما أن يكون لا اللفظ ولا معنى وهو ما اقترن بهما، ما أدى إليه هذا من العجب والرياسة التي تأتي مثلا من المناظرات ومن نحوها، وحب مثلا التصدر والعلو في الأرض وأشياء من هذا القبيل، فهذه لا يخلو عنها علم من العلوم. ونفس حجة الإسلام الغزالي رحمه الله في مقدمة الإحياء شن حملة شعواء على الفقهاء، ولا سيما على فقهاء عصره الذين جعلوا العلم علم الفقه مطية للقضاء. إذن المعنى موجود في سائر العلوم، فيمكن أن يحصل تباهي بما تحفظ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من منهي عنه محرم، ويمكن أن يحصل التباهي بالفقه ومعرفة الأحكام. فإذا النهي إذا كان هذا هو الأمر، فالنهي ليس لذات هذا العلم، إنما لما يطرأ عليه، فنحن لا نحارب الشيء من أجل الشيء الذي طرأ عليه، لأن هذا يرد على كل عبادة، حتى جميع العبادات الشرعية المرعية إذا ما فعلها الإنسان رياء دخل في حيز الإثم. فهو إذا كانت العبادات الثابتة بنصوص قطعية ونقوم بها، إذا دخلها شيء من باطن الإثم من الرياء والعجب وكذا يكون إثما، فكيف بالعلوم؟ وهذا لا يعني ينفرد به علم الكلام، هو موجود في كل العلوم. فتحت؟ نعم. في هذا النسخ والتشعب ليس قضية التشغب، هذه تشغيب وتشغب قضية سهلة. شوف السطر آخر سطر: ولكن لا يمنع من العلم، ولكن لا يمنع من العلم لأجل أدائه إليه، أدائه إليه طبعا عبارة لا معنى لها. إذن ولكن لا يمنع من العلم لأجل أدائه إليه، وكيف يكون ذكر الحجة والمطالبة بها والبحث عنها
محظورا، وقد قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم، وقال عز وجل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وقال تعالى إن عندكم من سلطان بهذا أي حجة وبرهان، وقال تعالى قل فلله الحجة البالغة، وقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إلى قوله فكهت الذي كفر، إذ ذكر سبحانه وتعالى احتجاج إبراهيم ومجادلته وإفحامه خصمه في معنى الثناء عليه، وقال عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقال تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وقال تعالى في قصة فرعون وما رب العالمين إلى قوله أولو جئتك بشيء مبين، وعلى الجملة فالقرآن من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار، فعمدة أدلة المتكلمين قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وفي النبوة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وفي البعث قل يحييها الذي أنشاها أول مرة، إلى غير ذلك من الآيات والأدلة. الحقيقة هذا الإمام الغزالي رحمه الله يشير إلى مسألة، وهي أن كثرة ممارسة علماء الإسلام للقرآن وتلاوة القرآن وتفهم القرآن أدى بهم إلى تحويل النظر من نظر خطابي إلى نظر برهاني، وهذا الشيء ما كانت العرب تعهده. يعني القرآن التقى بالناس من عقلية خطابية، أو العرب ما هي بضاعتهم وصنعتهم الأولى؟ هي الشعر. الشعر من أي الأساليب؟ أساليب المحاورة والجدل، في عند أساليب أعلاها الأسلوب البرهاني وأدناها هو الأسلوب الشعري والخطابي. العرب كان الشائع فيهم هو الأسلوب الشعري، والأسلوب الشعري من الأساليب ولكنه الأسلوب منخفض، يثير الحماس ويثير هكذا الاندفاع ولكنه ليس قائما على الحجة والبرهان. فالقرآن لكثرة ما جاءت فيه الأدلة التي تدل مثلا يطلب البرهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نجد القرآن الكريم مثلا ذكر الحجج بوصف مثلا البرهان، يعني لابد أن تكون ساطعة واضحة مادة براها، براها كل ما فيه باء وها في الاشتقاق الأوسط يدل على وضوح، ومنه البهق الذي يكون في الجلد أبيض في وسط الجلد، ومنه مثلا نقول بهر الانبهار بضوء الشمس ضوء واضح، ومنه مثلا بهت يعني أتى بكذبة صريحة واضحة، فهي واضحة جدا ولشدة أنها افتراء واضح تمام، وهكذا. فإذا القرآن وصف الحجة بأنها سلطان، يعني كسلطان الملوك، فالقرآن بكثرة تقليبه للمطالبة بالحجج جعل في خلد المسلمين المطالبة بالدليل البرهاني، فتحولت من أمة خطابية شعرية إلى أمة برهانية، ولكنها لم تكن مغالية في البراهين كاليونان مثلا. أمة اليونان ولا سيما يعني مدرسة أرسطو ومن جاء بعده عندهم غلو في المسائل العقلية، لا الحقيقة عندنا عقل وعندنا عاطفة، فالقرآن فيه عقل وفيه عاطفة، ولكن الجانب العقلي أخذ حيزا كبيرا. فخلاصة هذا أن الإمام رحمه الله يلخص حجة المدافعين عن الكلام بأن الأساليب البرهانية والحجج ومجادلة الأنبياء للكافرين وثناء الله سبحانه وتعالى على هذه الحجج مما يدل على أن علم الكلام ليس ممنوعا لذاته. نعم. وذكرنا سابقا ربما في درس خريدة قلنا مثلا قضية الجوهر والعرض والاستدلال بالتغير
على حدوث العالم وأن المتغير لا يصلح أن يكون إلها، لقول سيدنا إبراهيم ماذا؟ لا أحب الآفلين. فالآفل متغير، والمتغير لا يصح أن يكون إلها. ثم أثنى الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية على إبراهيم ماذا قال؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى قد أيد سيدنا إبراهيم عليه السلام بهذه الحجة، فهذا مدح ضمني لها إذا ما قرأه الإنسان يعني يستفيد منه أن الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الشيء. ثم يقول رحمه الله: ولم تزل الرسل صلوات الله عليهم يحاجون المنكرين ويجادلونهم. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. نلاحظ هنا بالتي هي أحسن. بعض السطحيين ولا سيما من طائفة الوهابية المانعين لعلم الكلام ماذا يقول؟ التي هي أحسن هي القرآن. هذا حقيقة عدم فهم للأدلة، عدم فهم بالتي هي أحسن. بلا شك كلام الله هو أحسن شيء، بلا شك إن هذا القرآن هي الدليل التي أقوم، بلا شك أن الله يعني الله سبحانه أصدق القائلين والقرآن هو أحسن الكلام. ولكن القضية الآن إنسان منكر للوحي، منكر للوحي ومنكر للنبوات، بل هو منكر لوجود الحق جل جلاله، فأقول له الدليل هو القرآن. تصور أقول الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى هو القرآن، هو أساسا ينكر وجود الله تعالى، القرآن فرع عن وجود الله، فكيف أناقشه في الفرع وهو لم يسلم بالأصل؟ يعني جذع الشجرة الذي بني عليه فرعها هو ينكر وجوده، فكيف أجانبه بهذا؟ حقيقة التي هي أحسن جعلها القرآن مطلقة، وهذه يقدرها صاحب الحالة. فلو كان من المسلمين المصدقين للنبي عليه الصلاة والسلام الذي سبق له الإيمان بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فما عليه إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، هنا تكون مجادلة القرآن. أما الإنسان المنكر للوحي، المنكر للنبوة، المنكر لوجود الله أصلا، فلا بد من مشترك، لا بد أن أعود معه خطوة إلى الوراء إلى الشيء المسلم بيني وبينه هو المسائل العقلية، فننتقل منها إلى يعني ننتقل من الأثر إلى المؤثر ومن الحادث إلى القديم وهكذا. فكلمة التي هي أحسن هذه مطلقة لكل حالة بما يناسبها، وهذا حقيقة هذه مهمة، مسألة مهمة جدا. يعني مثلا الآن يأتيك الحداثي أو العلماني ويقول لك وينكر شيئا من أحكام الدين، ينكر الحجاب مثلا، ينكر مثلا تعدد الزوجات، ينكر أي حكم من الأحكام الثابتة في دين الله سبحانه وتعالى، ويقول لك أنا مؤمن ومصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أؤمن بالله، مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا أنكر هذا. هنا من العبث أن نناقشه في هذه الجزئيات. أقول له المناقشة في الأصل: هل آمنت بالله ربا قديرا إلها وواجب الوجود على كل شيء قدير؟ أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وثبتت هذه الرسالة بالدليل المتواتر. الله آمنت به، انتهينا من الخطوة. آمنت برسوله عليه الصلاة والسلام، هذه خطوة ثانية. الخطوة الثالثة يجب عليك أن تصدق كل ما جاء به الرسول. إن كنت منكرا لوجود الله نعود لك الوراء. أما أن تؤمن بالله وتنتقي من أحكامه ما تشاء فهذا أمر مرفوض. التي هي أحسن، التي هي أحسن هذه مفتوحة لكل حالة بما يناسبها. نعم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحاجون المنكرين ويجادلون، ولكن عند الحاجة، وكانت الحاجة إليه قليلة في زمانهم. وأول من سن دعوة مبتدعة بالمجادلة إلى الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ بعث ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج فكلمهم فقال: ما تنقمون على إمامكم؟ قالوا: قاتل ولم يسب ولم يغنم. فقال ذلك في قتال الكفار،
أرأيت لو سبيت عائشة رضي الله عنها في يوم الجمل فوقعت عائشة رضي الله عنها في سهم أحدكم، أكنتم تستحلون منها ما تستحلون من ملككم وهي أمكم في نص الكتاب؟ فقالوا لا، فرجع منهم إلى الطاعة بمجادلته ألفان. الله، حقيقة قضية الكلام هذه الخلاف فيها خلاف عصر وأوان، لا خلاف حجة وبرهان. والناس في أيام الصحابة طبعا لا نزال نقابل أدلة المدافعين، في أيام الصحابة الناس كانوا أهل تسليم وأهل يقين، وجاءهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام أشياء فصدقوا ولم يخوضوا في أشياء لا تنفعهم، لكن اختلف الزمان وكثرت البدع وكثرت المنكرات، وصار يعني بعض الناس يقول، انظر خاصة جماعة ابن تيمية يقول لك هذا صبيغ بن عسان حينما تكلم في متشابه القرآن جاء عمر ضربه على رأسه بعراجين النخل، فهكذا حتى يعني آلمه، فقال لقد ذهب الذي في رأسي يا أمير المؤمنين، يعني هذه البدعة التي في رأس صبيغ بن عسان ذهبت، ثم نفاه من المدينة. فيقول انظر عمر بن الخطاب ضرب هذا الرجل الذي استعلى عن هذا وعزره، إذن لا يجوز الكلام في هذا. أنت تتكلم في قضية في سياق زماني مختلف، علماؤنا خاضوا في هذا وفي الرد على المبتدعة حينما كان أمثال صبيغ هم الذين يحملون الصوت. ثلاثة من خلفاء بني العباس كانوا يدعون الناس جهارا نهارا إلى الاعتزال، وكانوا يمتحنون الناس في مسألة خلق القرآن، ثم تقول يجب عليكم أن تسكتوا ويجب أن تعزر هذا الذي يخوض في هذه الأشياء. طيب الذي يعزر الآن والذي الصوت بيده من هو؟ هو المبتدع. فماذا أفعل؟ هل يطلب من أهل السنة والجماعة أن يقول لا خلاص نسكت ويسعنا ما وسعهم؟ الآن مصلحة الدين هي التي تراعى. مصلحة الدين في عصر سيدنا عمر كانت بكم عصا على رأس صبيغ تنتهي لنا المشكلة ويبقى الناس سالمين غانمين، لكن بعد ذلك إذا ما صار الذي يعزل الناس من؟ المبتدع نفسه. وهل يطلب من أهل السنة السكوت تماما؟ قال لا، علي أن أفعل كما فعل أحمد بن حنبل. طيب أحمد بن حنبل ماذا فعل رضي الله عنه؟ سكت. طيب سكت، هل السكوت حجة؟ هو هكذا رجل شخصيته وورعه يدعوه إلى السكوت، لكن بعد ذلك قد يستغل، وقد حصل، قد يستغل السكوت من أجل الطعن في دين الإسلام. فما الحل في هذه الحالة؟ يجب علي أن أسد منافذ الفتنة. فالقضية هذه تختلف من عصر إلى عصر، وقد رأينا عصر الصحابة الأول ما كانوا يناظرون، عصر الصحابة الثاني في أواخر خلافة السيد في خلافة سيدنا علي أرسل ابن عباس للمناظرة، وروي أن الحسن ناظر قدريا فرجع عن القدر، وناظر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رجلا من القدرية، وناظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يزيد بن عميرة في الإيمان، فقال عبد الله لو قلت إني مؤمن لقلت إني في الجنة، فقال له يزيد بن عميرة يا صاحب رسول الله هذه زلة منك، وهل الإيمان إلا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والميزان وتقيم الصلاة والصوم والزكاة، ولنا ذنوب لو نعلم أنها تغفر لنا لعلمنا أننا من أهل الجنة، فمن أجل ذلك نقول إنا مؤمنون ولا نقول إنا من أهل الجنة. فقال ابن مسعود صدقت والله إنها مني زلة. إذا في مثل هذا نجد الصحابة بينهم حوار وبينهم جدل، وطبعا هذه أصول المسائل الكلامية. المسائل الكلامية لم تنضج بعد، ولم تكن هناك فرق كثيرة، ولم يحصل احتكاك للغة الإسلامية بغيرها. لكن أنا لاحظ ما هي المسألة هذه؟ مسألة إيمان العاصي، إيمان المرتكب الكبيرة مثلا ما حكمه؟
هل سيكون مثلا خالدا مخلدا في النار كما تقول الخوارج، او يكون خالدا فيها لكن بمنزله دون المنزلتين كما قالت المعتزله، ام يكون كاهل السنه؟ يلاحظ انهم وصلوا الى مذهب اهل السنه، وان ابن مسعود رضي الله عنه لما بدت له الحجه رجع. ما الشاهد في هذا؟ الشاهد ان الصدر الاول كان بينهم محاضرات ومناظرات واخذ ورد وجدال، لكن على حسب ذلك العصر، على حسب البدع التي ظهرت في ذلك الزمان. كانت البدع منحصره فكان الجدل منحصرا، لما انتشرت البدع في كل مكان هنالك وجب التصدي لهذه البدع. فينبغي ان يقال كان خوضهم فيه قليلا لا كثيرا، وقصيرا لا طويلا، وعند الحاجة لا بطريق التصنيف والتدريس واتخاذه صناعة. فيقال أما خوضهم فيه فإنه كان لقلة الحاجة، إذ لم تكن البدعة تظهر في ذلك الزمان. وأما عبارة عندك إيش؟ وأما القصر شيف، وأما القصر فقد كان الغاية تكون أمر قصده؟ يبدو هذا أمر قصده؟ لعلها القصد. وأما القصد يعني قصدهم في هذا، فكان الغاية منه إفحام الخصم واعترافه وانكشاف الحق وإزالة الشبهة. فلو طال إشكال الخصم أو لجاج أو لجاجه، ليس لجاجة صححها، فلو طال إشكال الخصم أو لجاجه لطال لا محالة إلزامهم. وما كانوا يقدروا لجاجه في نسخ ثلاثة القصر، يعني أول ما خطر في بالي هو القصد. أنا حقيقة حينما رجعته أول مرة فلعل القصد، أو إذا كان اختصار السياق ما هو؟ وأما قلة خبرهم فيه فقد فإنه كان لقلة حاجتهم إذ لم تكن بدعة. هذه انتهت هذه. وأما القصر القضية الأولى قضية عدم التوسع فيه انتهت. نعم. القضية الثانية لعل القصد، لعل والله أعلم. نعم. وما كانوا يقدرون قدر يقدرون قدر الحاجة بميزان ولا مكيال بعد الشروع فيها. وهذه المسألة حقيقة دائما أنبه إليها، وأنبه إليها بشدة. هناك كثير من الناس لا يفهم مذهب السلف. القول بأن السلف ما كانوا يفعلون هذا، طب هذا الكلام غير صحيح. الذي يقول أن السلف ما كانوا يؤولون المتشابه، أو يقول أن السلف ما كانوا يخوضون، طيب حينما بحثنا في سيرة السلف وجدنا شيئا من الخوض، وحينما بحثنا سيرة الصحابة وجدنا من الصحابة من أول المتشابهات، وجدنا مثلا تأويلهم للوجه، كل شيء هالك إلا وجهه. فهنا في حديث البخاري أول الوجه، كذلك وجدنا ابن عباس رضي الله عنه في المواضع، وما عليك إلا أن تعود إلى شرح كتاب التوحيد في من صحيح البخاري، عد إلى ابن حجر مثلا، أو عد إلى العين، تجد أقوالا لابن عيينة وللثوري ولغيرهم، تجد حتى يقول حجة الإسلام الغزالي يعني ما من فرقة من الفرق الإسلامية إلا وأولت، هكذا يقول له كلام، يقول ما من فرقة من الفرق الإسلامية ولا يوجد مذهب إلا وأول. لكن العبارة الصحيحة التي ينبغي أن تقال إنهم ما كانوا يتوسعون في التأويل، هذا كلام صحيح. التأويل وهكذا، وكذلك في المحاجة، وكذلك في الخصام، كان احتجاجهم فيها قليلا. لماذا؟ لأن الشبهة كانت منحصرة. وأما عدم تصديهم بالتدريس والتصنيف فيه فهكذا كان دربهم في الفقه والتفسير والحديث أيضا. فإن جاز تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة التي لا تتفق إلا على الجذور، إما ادخارا ليوم وقوعها وإن كان نادرا، أو تشحيذا للخواطر، فنحن أيضا نرتب طرق المجادلة لتوقع وقوع الحاجة
بثوران الشبهة. بثوران الشبهة. نعم صح. الله يجعلنا ترى. نعم. هنا عندنا بثوران. لتوقع وقوع الحاجة بثوران الشبهة. أو هيجان مبتدع أو لتشحيد الخاطر أو لادخار الحجة التي لا يعجز عنها عند الحاجة على البديهة أو لادخار الحجة حتى لا يعجز عنها عند الحاجة على البديهة والارتجال كمن يعد السلاح قبل القتال. صححوها عندكم السلام. كمن يعد ما يسمع كمن يعد يعد أم يعد 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 من الإعدادات كيف؟ أعد يعد يعد من العد. أنا ماذا قلت؟ يعد كمن يعد تمام كمن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال. فهذا ما يمكن أن يذكر للفريقين التحقيق في حكم الجدل. طيب الكلام واضح. يعني يقول كما في الفقه ذكرتم الفقه الافتراضي والفقه الافتراضي يعني ماذا لو حصل كذا كان الحكم كذا وهذا قد لا يكون موجودا. فكذلك المسائل الكلامية قد تذكر والحقيقة هذا الشيء يجب أن نعرفه جيدا لأن كثير وهذا الكلام الذي يقوله مهم جدا. هجم كثير من المحدثين على الإمام الرازي وقالوا الفخر الرازي هو العبارة يعني أظن ابن حجر من أوائل من نشرها إن لم تكن له فهو يعني هو أكثر من نشرها. يقول كان يورد الشبهة نقدا ويردها نسيئة ولعل ابن حجر ربما يكون أخذها من ابن تيمية. ابن تيمية لأنه هذا الشيء عنده معيب تماما. القضية كيف يعيبون الرازي؟ يقول الرازي يورد الشبهات كثيرا وإيراد الشبهات ربما تعلق الشبهات في الأذهان وقد يرد عليها وقد لا يرد وربما يكون رده أضعف من الشبهة. هذا الكلام الذي ذكر عن فخر الرازي حقيقة الذي يفهم مقاصد المتكلمين والغزالي منهم وهو من شيوخ الرازي نشوفه طبعا في الكتب لم يلتقيا بينهما 100 سنة تقريبا. من مقاصدهم إيراد الشبهة ليس لتعلق في الأذهان إنما ليستعد لها طالب العلم. هم الآن في وسط طلاب العلم الموثوقين المعروفين بالصدق الذين عندهم حب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فيكتب أن هذا الكلام يرد عليه كذا وكذا. ما قصدوا بهذا؟ يعني لشحذ الأذهان وللاستعداد لها قبل أن تحصل لأن يقول خذ مني الشبهة قبل أن تأتيك من العدو. إذا جاءتك من الفيلسوف أو من الملحد أو من غير مسلم وفاجأك بهذه الشبهة في المناظرة ربما تنفحم أمام الناس وربما يؤدي بك ذلك إلى يعني الظهور بمظهر العجز أمام الكافر وهذا غير حقيقي. فما هو الحل؟ فمن جملة مقاصدهم أنهم يوردون الشبهات من أجل أن يفكر فيها طلاب العلم وطالب العلم يفكر في الليل والنهار. العقل الباطني يعمل حتى أثناء النوم وربما وجدناه كثيرا تفكر في الليل لا تفهم المسألة في الصباح وتجد نفسك فهمتها. كيف هذا؟ لأن العقل يعمل العقل الباطن يعمل مثل دوران السي دي في الكمبيوتر يعمل طيلة الليل فأنت تستيقظ فتجد المسألة قد حلت معك. هذا نجده جميعا ولا سيما في مسائل الرياضيات كنا نجد هذا الشيء. هذا من مقاصد المتكلمين أنه يهيئ الأذهان للشبه التي تأتي حتى يستعد لها. هذا الشيء. والشيء الثاني بالنسبة للفخر الرازي وأقوله تزميما للفائدة لأنه رمز من رموز الإسلام العظام ومن كبار علماء الدنيا فجعلوه هدفا للسهام الفخر الرازي. هناك قضية ثانية في الفخر الرازي وهي أن الرازي لم يتم التفسير وهذه مسألة مهمة جدا. وإتمام الشخص الذي جاء بعده للتفسير يقال الخوئي هو الذي أتمه وربما تجد أقوال أخرى في هذا وهو واحد تلاميذه. إتمام الخوئي للتفسير لم يكن على طريقة الفصل فهناك فراغات
الرازي ما أتم الكتاب. ما معنى أنه لم يتم الكتاب؟ يعني قد يترك بياضة في الصفحة، فهو ينشر بما هو أهم ليعود إلى هذا البياض. وانتبه لهذا، هذا حتى تعرف كيف كانوا يفكرون. هذه مسألة خطيرة جدا، لأن قد توقعك في إشكال لا تستطيع حله. كيف؟ وأعطيك مثال منه لتعرف كيف كانوا يؤلفون. النووي رحمه الله متى ألف كتاب شرح مسلم؟ ألفه وهو شاب، له حوالي 20 سنة أو أكثر بقليل. شرح النووي على مسلم. متى ألف المجموع شرح المهذب الشيرازي؟ ألفه قبل أن يموت ولم يتمه، يعني في أواخر حياته. طيب انتبه للشبهة أو الإشكال الذي يرد حتى تعرف كيف كان يعملون. يقول النووي رحمه الله كثيرا كما في المجموع كما ذكرته في شرح مسلم. هذا أمر عادي أنه ذكره في شرح مسلم، تمام، لأنه يحيل إلى السابق. لكن المشكلة أي أنك تجد في شرح النووي على صحيح مسلم إحالة المجموع. يقول كما بينته في المجموع شرح المهذب. انتبهتم؟ يعني كيف يحيل إلى شيء يفترض أنه جاء بعد 20 سنة من هذا، يعني محال عقلي، ليس محال عقلي لكن يعني محال عرفي. هنا يحل الإشكال بالكلام الذي يقوله. كانوا أثناء الكتابة يتركون بياضا في الصفحات ليعود إليها بعد حين. ومما يفعل وممن يفعل هذا الفخر الرازي رحمه الله، فيترك بياضا في الصفحة. الكتاب ما تم والرجل اقترمته المنية قبل أن يتم التفسير، فما الذي حصل بعد ذلك؟ أن مات ولم يتم الكتاب. جاء الخوي رقع ترقيعات وأضاف إضافات وحكذا، فحصل عندي تباين في الأسلوب من ناحية، ومن ناحية ثانية وجدنا شبهة دون رد عليها كان يفعل من أجل يرد فيما بعد، كما حصل مع النووي. فالنووي رحمه الله بعد أن صار كبيرا ما الذي حصل عنده؟ وجد المسألة شبهات في المجموع، ماذا يفعل؟ كتب في البياض كما بينته في شرح المهذب. فبعد ذلك تفهم القصة. السابقون ما كان يشكل عليهم هذا، لماذا؟ لأنه كان يعرفون كيف كانت تكتب الكتب. أما بعد ذلك حصل هذا الإشكال. أما قضية ابن حجر وابن تيمية وغيره كذا، طبعا ابن حجر من أئمة السنة وهو أشعري كبير، ولكن بالنسبة لي يعني ابن تيمية ومن جاء بعده وفي هجومهم على الإمام الرازي رحمه الله، هم لا يفهمون مقاصد المتكلمين. المتكلمون لهم مقاصد، ومن جملة مقاصدهم ليس فقط الرد على الشبهة، من جملة مقاصدهم أن تكون الشبهة حاضرة بين يدي طالب العلم المتقن المحب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الموثوق بأن هذه الشبهة لا تؤثر فيه، حتى يستعد لردها وتفيدها، تمام؟ فهو كإعداد السلاح قبل القتال. فإن قلت فما المختار عندك؟ فما المختار عندك فيه؟ الآن ذكر حجة الإسلام وجهة كل فريق، فما هو الحال عنده؟ فريق مغالي في رفضه، في رفض الكلام، وفريق يعني مغالي في الانتصار له، فما الحال؟ فإن قلت فما المختار عندك فيه؟ فاعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بذمه في كل حال أو بحمده في كل حال خطأ، بل لا بد فيه من تفصيل. وهذه مزية حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه، الدقة المتناهية في تحليل المسائل. فاعلم أولا أن الشيء قد يحرم لذاته كالخمر والميتة، وأعني بقوله لذاته أن علة تحريمه وصف في ذاته، وهو الإسكار والموت. فشيء هذا مسكر، هذا ميتة، فإذا هو حرام لذاته. وهذا إذا سئلنا عنه أطلقنا القول بأنه حرام، ولا يلتفت إلى إباحة الميتة عند الاضطرار وإباحة تجرع الخمر إذا غص الإنسان بلقمة ولم يجد ما يسيغها سوى الخمر.
إذن هذا هو النوع الأول، ما هو محرم لذاته. فإذا ما سئلت عنه لا تفصل، تقول هو حلال في حال يعني في حال السعة وحرام في حال الطلب، لست بحاجة إلى هذا، إنما تقول هو حرام وكفى. فإذا ما اضطر الإنسان حلل الحرام. وإلى ما يحرم لغير غيره، كالبيع على بيع أخيك المسلم في وقت الخيار، لأن هذا في إيذاء المسلم الثاني، والبيع وقت النداء لأنه يشغل عن صلاة الجمعة، وكأكل الطين فإنه يحرم لما فيه من الأضرار، وهذا ينقسم إلى ما يضر قليله وكثيره، فيطلق القول عليه بأنه حرام كالسم الذي يقتل قليله وكثيره، وإلى ما يضر عند الكثرة فيطلق القول عليه بالإباحة كالعسل، فإن كثيره يضر بالمحرور وكأكل الطين. وكان إطلاق التحريم على الطين والخمر وكان إطلاق التحريم على الطين والخمر والتحليل على العسل التفاء عندك كان في مصطفين كان وأيضا إذا كانت كان لابد أن ننصب الخبر، إذا خلاص كان وكان إطلاق التحريم على الطين والخمر والتحليل على العسل التفات إلى أغلب الأحوال. فهناك عندنا قاعدة في الفقه ما تقول العبرة بالغالب والنادر لا حكم له. فإذا ما سئلت عن العسل أقول حرام، لماذا؟ لأنه قد يضر المحرور، المحرور يبدو أنه اللي فيه حمى يعني حرارة، فهذا يكون احتراق سكر زائد فربما يضره. نعم، إذا النادر لا حكم له. فإن تصدى شيء تقابلت فيه الأحوال فالأولى والأبعد عن والأبعد عن التباس أن يفصل. فنعود إلى علم الكلام ونقول إن فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. فكأنه يشبهه بماذا؟ يعني بالأشياء التي لها وجهان، يعني مثل السكين مثلا، فهي السكين في حال القتل بها تكون حراما وفي حال استعمالها في المباحات هي مباحة. أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، فذلك مما يحصل في الابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في الاعتقاد الحق. إذن له نفع بإزالة مثلا الشبهات، وله ضرر أنه قد يوقع بعض الناس في الاشتباه، وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة وتثبيته في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. ولذلك ترى المبتدع العامي يمكن أن يزول اعتقاده باللطف في أسرع زمان، إلا إذا كان نشوؤه في بلد يظهر فيه الجدل والتعصب، فإنه لو اجتمع عليه الأولون والآخرون لم يقدروا على نزع البدعة من صدره، بل الهوى والتعصب وبغض خصوم المجادلين وفرقة المخالفين يستوي على قلبه ويمنعه من إدراك الحق، حتى لو قيل له هل تريد أن يكشف الله تعالى لك الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك، لكره ذلك خيفة من أن يفرح به خصمه. وهذا هو الداء العضال الذي استطار في البلاد والعباد، وهو نوع فساد أثاره المجادلون بالتعصب، فهذا ضرره. إذن ضرره واضح، أنه قد يثبت بعض الناس على التعصب، وأنه هناك حظوظ للنفس، وقد سبق للشيخ رحمه الله أن بيّن أن هذا لا ينفك عنه حتى الفقه، يعني هذا الضرر موجود.
وانتبه جيدا لكلام الغزالي رحمه الله، خاصة بعض الناس يعني ربما من أهل السنة لم يفهم كلام الغزالي في سياقه، وبعض الناس ربما حمل موقفا سلبيا تجاه حجة الإسلام الغزالي. وممن وجدت لديه هذا النفس شيخ الإسلام مصطفى صبري. شيخ الإسلام مصطفى صبري عنده يعني في نفسه شيء تجاه حجة الإسلام، لعله لأجل أمثال هذه المسائل. الدكتور مصطفى نشار كذلك، الدكتور علي سامي نشار كذلك وقع في شيء من هذا لكن لقضية أخرى. فحقيقة هم لم يفهموا حجة الإسلام الغزالي. أقول لم يفهموا، لماذا؟ لأن الكلام يفهم في سياقه وفي زمانه وفي مكانه. هذا أيام ما انتشر علم الكلام انتشاراً واسعاً، وكان له صولة وجولة، وقضي على أهل البدعة والضلالة، وقضي على الفلاسفة، وقضي على الاعتزال، وقضي على الحشوية، وقضي على أهل البدع، واستقر الأمر لأهل السنة. طيب ما فائدة التباهي بعلم الكلام هنا؟ يعني صار أشبه ما يكون فيه حظوظ للنفس. فنفس حجة الإسلام الغزالي الذي قضى على هذه الفرق أو على كثير منها هو نفسه من كبار المتكلمين، ولذلك سيأتي كلامه التفصيل أكثر بعد قليل. وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق، ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلل. عندك التغلل أو التغلل؟ التغلل أحسن. إذن صح. وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. هنا الشيخ رحمه الله يقول معرفة ذات الحقائق من خلال علم الكلام. طبعاً الشيخ ذكر هذا بعد أن نضج في موضوع التصوف، وبعد أن استقر لديه التصوف ورأى أن التصوف هو علاج أمراض العلماء. إذا عولجت أمراض العلماء صلح أمر العلماء، وإذا صلح أمر العلماء صلح أمر العامة. ولذلك الكتاب ماذا سماه؟ إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين يعني علوم الدين كأنها ميتة، فهو يريد أن يبث فيها الروح، وروحها هو الإخلاص. إخلاص كيف يحقق؟ بعلم التصوف. فيقول معرفة ذات الحقائق من خلال علم الكلام وحده هذا يعني متعذر. وأنا أتكلم عن نفسي ممن خبر علم الكلام، فما هي النتيجة؟ يقول ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام، بل منفعته شيء واحد وهو حراسة العقيدة التي ترجمناها على العوام، وحفظها عن تشويشات مبتدعة بأنواع الجدل، فإن العامية ضعيف يستفزه جدل المبتدع وإن كان فاسدا، ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه، والناس متعبدون بهذه العقيدة التي قدمناها، وإذ ورد الشرع بها لما فيها من صلاح دينهم ودنياهم، وأجمع السلف الصالح عليها، والعلماء يتعبدون بحفظها على العوام من تلبيسات مبتدعة، كما تعبد أو كما تعبد إيش عندك؟ كما تعبد كما تعبد الله كما تعبد الاسم شك كمان ها يجوز هذا يجوز كما تعبد السلاطين او كما تعبد الله السلاطين ممكن بحفظ اموالهم عن تهجمات الظلمه والغصاب
وإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنفعته فينبغي أن يكون كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر، إذ لا يضعه إلا في موضعه، وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة. وهذا هي الخلاصة تقريبا، يعني مهمة علم الكلام ليس إيضاح العقيدة بل هو حراس العقيدة. ولذلك وجدنا مثلا عند بعض المتأخرين كابن خلدون الذي جاء بعد الغزالي بكثير يقول ماذا؟ عرف علم الكلام بأنه الدفاع عن العقائد الإيمانية بالحجج العقلية، فحجج عقلية ندافع فيها عن ذات الدين، إذا كانت دفاعا عن ذات الدين فأين المشكلة منه؟ لكن الشيخنا يقوله بماذا؟ بالدواء، يقول كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر، فهو دواء خطر، والدواء الخطر لا بد منه، ولكن نحتاج إلى أمراض خطيرة لا يوضع بين أيدي الناس لأنه قد يضر أكثر. يعني يمكن تشبيه الفقه مثلا بالطعام، والحديث كذلك بالطعام، يحتاج كل إنسان. أما علم الكلام من كانت عقيدته سليمة قد لا يحتاج إلى هذا، ولكن لا بد من الاختصاص به من أجل التصدي لشبهات أهل الشبهات. وتفصيله أن العوام المشتغلين بالحرف والصناعات يجب أن يتركوا على سلامة عقائدهم التي اعتقدوها مهما تلقنوا اعتقاد الحق الذي ذكرناه، فإن تعليمهم الكلام ضرر محض في حقهم، إذ ربما يثير لهم شكا ويزلزل عليهم الاعتقاد، ولا يمكن القيام بعد ذلك بالإصلاح حقيقة. وهذا وهل العوام يفهمون علم الوصول مثلا أو يفهمون دقائق الفقه؟ فالعامي لن يستفيد العقيدة. طبعا تكلمنا هنا عن علم الكلام، الدفاع عن العقيدة وليس عن ذات العقيدة. يعني إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى ليس متحيزا في مكان، هذا ليس من علم الكلام، هذا من عقيدة، لأن هذا دل عليه القرآن. فالآن في وهم كبير في الساحة يظنون أن هذه من الكلام، ليس من الكلام، هذه جاءت من نصوص من صفات الله تعالى المخالفة للحوادث. فإذا اعتقدنا أن الله سبحانه وتعالى يحويه مكان أو زمان صار مشابها للحوادث من هذه الجهة. وأما العامي المعتقد للبدعة فينبغي أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب، وبالكلام اللطيف المقنع للنفس المؤثر في القلب القريب من سياق أدلة القرآن والحديث الممزوج بفن من الوعظ والتحذير، فإن ذلك أنفع من الجدل الموضوع على شق المتكلمين، إذ العامي إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل تعلمها المتكلم ليستدرج الناس إلى اعتقاده، فإن عجز عن الجواب قدر، يعني هذا العامي، أن المجادلين من أهل مذهبه أيضا يقدرون على دفعه، فالجدل مع هذا ومع الأول حرام، وكذا من وقع في شك إذ يجب إزالته باللطف والوعظ والأدلة القريبة المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام. لحجة الإسلام في هذا الكتاب اسمه إلجام العوام عن علم الكلام، يعني حقيقة مثل اللجام الذي يوضع للفرس مثلا، فهذا العام يمنع من علم الكلام أساسا. الآن يعني كثير من طلاب العلم لا يفهم علم الكلام، فكيف بالعامي؟ واستقصاء الجدل إنما ينفع في موضع واحد، وهو أن يفرض عامي اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه فيقابل ذلك الجدل بمثله فيعود إلى اعتقاد الحق، وذلك في من ظهر له من الأنس بالمجادلة ما يمنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية، فقد انتهى هذا إلى حالة لا يشفيه منها إلا دواء الجدل، فجاز أن يلقى إليه. إذن التعامل معه على أنه دواء، والدواء يقدر بقدر الضرورة، ومن يقدرها المتكلم. إذن لابد من علم الكلام، ولابد أن يكون عندنا متكلم، كما أنه لابد أن يكون عندنا طبيب، وهذا الطبيب، لكن هل يلقي هذا العلم لكل إنسان؟ ولذلك من البدع الخطيرة التي اخترعها الوهابيون مثلا أنهم يلقون العقيدة على المنابر ويلقون المسائل الكلامية والرد على أهل السنة والجماعة وإشغال الناس على منبر سيدنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
وأما في بلاد تقل فيها البدعة ولا تختلف فيها المذاهب فيقتصر فيها على ترجمة الاعتقاد الذي ذكرناه ولا يتعرض أو يقتصر على ترجمة الاعتقاد الذي ذكرناه ولا يتعرض للأدلة ويتربص وقوع شبهة فإن وقعت ذكر ذلك ذكر بقدر الحاجة. إذن هو طبيب طبيب وهناك من الأدوية من يوضع على الرف ممنوع استعماله تحت الرف هذا ممنوع هذا إلا بوصف الطبيب. فإن كانت البدعة شائعة وكان يخاف على الصبيان أن يخدعوا فلا بأس أن يعلموا القدر الذي أودعناه كتابا رسالة قدسية يعني هذا المبتدئ المبتدئين يكون ذلك سببا لدفع تأثير المجادلات المبتدعة إن وقعت إليهم. وهذا مقدار مختصر وقد أودعناه هذا الكتاب لاختصاره يعني الأساسيات التي يجب أن يعرفها الإنسان في علم الكلام. فإن كان فيه ذكاء وتنبه وتنبه بذكائه موضع سؤال أو ثار في نفسه شبهة فقد بدت العلة المحذورة وظهر الداء فلا بأس أن يرقى منه إلى القدر الذي ذكرناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وهو قدر 50 ورقة وليس فيه خروج عن النظر في قواعد العقائد إلى غير ذلك من مباحث المتكلمين. فإن أقنعه ذلك كف عنه وإن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مزمنة والداء غالبا والمرض ساريا فليتلطف به الطبيب بقدر إمكانه وينتظر قضاء الله تعالى فيه إلى أن ينكشف له الحق بتنبيه من الله سبحانه أو يستمر على الشك والشبهة إلى ما قدر له. فالقدر الذي يحويه ذلك الكتاب وجنسه من المصنفات هو الذي يرتجى نفعه هو الذي يرجى نفعه يعني كتاب لعامة الناس درجتان الرسالة القدسية للمبتدئين جدا إذا وجدنا لديه تطلعا أكثر أو ربما يعني يخاف منه شبهة أكثر يرتفع بعد ذلك إلى الاعتقاد الاقتصاد وحقيقة كتاب الاقتصاد كتاب غاية في الروعة وفيه إقناع لمسائل كثيرة وفيه إقناع معالجة لمسائل خلافية بيننا وبين المعتزلة أو غير المعتزلة بدقة عالية جدا وبطريقة تقنع الإنسان بأدلة عقلية من جنس ما يعهده. فالشيخ رحمه الله يرى أن هذين الكتابين لغير المختص لغير المختص نعم. الخارج عنه فما الخارج عنه فقسمان هذا نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم عندنا أنت الوقت تمام.